you <laughs> اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد صلاة تخرجنا بها من ظلمات الوهم وتكرمنا بها بنور الفهم وتوضح عنا بها ما اشكل حتى يفهم انك تعلم ولا نعلم وانت علام الغيوب وبعد ايها المشاهدون الكرام السلام عليكم ورحمه الله وبركاته مع برنامجكم المتجدد آيات تعنيك. هذا البرنامج الذي نختار في كل مرة آية من كتاب الله سبحانه. هذه الآية تعنيك أخي المشاهد، تعنيك أختي المشاهدة. اليوم لنا وقفة مع قوله تعالى من سورة البقرة: أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير؟ هذه الآية جاءت في سياق الحديث عن بني اسرائيل الذين لم يصبروا على طعام واحد كما قال جل وعلا على لسانهم: "وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها" وعدسها وبصلها قال اتستبدلون الذي هو ادنى بالذي هو خير بني اسرائيل من الله عليهم بطعام كان ياتيهم هبه منه جل وعلا ومنه منه تبارك وتعالى من غير عناء منهم ولا تعب ولا مشقة يجدون العسل وطائر السمان طعام حلو طيب حلال ومع انه المن والسلوى يقول بعض المفسرين قالوا ذكروه على انه واحد واذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد لانهم كانوا ياكلون هذا بهذا فكان طعاما واحدا، كان طعاما واحدا. فلم يصبروا على هذه النعمة وهذه الهبة كما قال الحسن البصري رحمة الله عليه قال فبطروا ذلك ولم يصبروا وذكروا عيشهم الذي كانوا فيه وكانوا قوما اهل عدس وبصل وبقل فقالوا لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها أحد المفسرين جزاهم الله كل خير قال يعني مباشره الجواب قال اتستبدلون لانه حدثهم موسى في هذا الامر قال يعني كيف وكان وكانه اخبرهم بقيمه هذا الطعام وكيف كان حوار يعني كان حوار فجاء فرفضوا فرفضوا البقاء على الطعام الواحد فجاء قوله اتستبدلون الذي هو ادنى بالذي هو خير وقوله سبحانه اتستبدلون الذي هو ادنى بالذي هو خير قال العلماء خير لان المن والسلوى من وهبه من الله سبحانه عطاء من غير مشقه ولا تعب اما البقل من بقلها البقل وهو النبات من 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 غير ساق وقثائها هو الخيار وفومها اي الثوم وعدسها وبصلها ولكن هذه الاشياء تحتاج الى حرث وتحتاج الى بذر وتحتاج الى سقي وتحتاج الى جني ففيها مشقه قال تستبدل الذي هو ادنى فيه يعني بالذي هو خير من غير مشقة هبة وعطاء من الله سبحانه بهذا اللي فيه تعب وفيه مشقة يعني أين هي عقولكم ثم قال بعض العلماء أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير أي كيف تستبدلون الحرام بالحلال الطيب بالحلال 100% بالحلال الذي لا شبهة فيه لأن هذا من الله سبحانه، المن والسلوى من الله. أما الخيار والثوم والعدس والبصل، هذه تحتاج إلى بيع وإلى شراء. وعادة ما نرى في البيع والشراء الغش والكذب والتدليس ويخلطون السلعة بالسلعة، وربما يحلفون كذباً. ففيه الشبهة والشبهة يعني توصل إلى الحرام، فمن اتقى الشبهات فقد استبرا لدينه وعرضه ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي يرعى حول الحمى قال اتستبدلون الذي هو ادنى بالذي هو خير؟ كيف تستبدلون الحلال؟ البين الواضح بالشبهه او بالحرام؟ اتستبدلون الذي هو ادنى بالذي هو خير؟ هذه وجهات نظر للمفسرين، المهم هم انهم بدلوا شيئا طيبا بشيء اخر فيه مشقه او او حرام او شيء من هذا. أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو أخير؟ اهبطوا مصرا وكلمة مصرا هنا تعني أي مدينة أي بلد وليس مصر التي نعرفها اهبطوا أي بلد ستجدون هذه الأشياء التي ذكرتم من البصل والعدس وغيرها وسبحان الله كما قال الحسن البصري وكانوا قوم قوما أهل أعداس وبصل وغيرها هذه عيشتهم هذه عيشة اليهود وعيشة بني اسرائيل اهبطوا مصرا فان لكم ما سالتم وضربت عليهم الذله والمسكنه اينما كانوا وحيث ما وجدوا الله سبحانه جعل الفقر في قلوبهم ولذلك نجد اليهود يكسب ما يكسب من الاموال ولا يزال يبحث عن المال لا يزال يجتهد ولذلك هم المال اليوم بين ايديهم يتعاملون بالمحرمات وبالربا المهم انهم يكسبون المال وجريهم وراء المال هذه عقوبه من الله سبحانه جعل الفقر في قلوبهم لا لا يقنعون ابدا ولو ملكوا الدنيا ما كانش قناعه ولذلك يحاولون السيطره على العالم يحاولون فعل كل شيء من اجل الكسب استغلال الدول، استغلال الشعوب يبيعون الامراض ويبيعون يعني شيء عجيب هذا كله لهذه العقوبه التي جعلها الله في قلوبهم وضربت عليهم الذله والمسكنه اي جعل الله الفقر في قلوبهم. هذه الايه تعنينا يا اخوان الكرام اتستبدلون الذي هو ادنى بالذي هو خير؟ حتى وإن كان السياق الحديث عن بني إسرائيل ولكن كما نكرر دائما أن العبرة ليست بعموم اللفظ بل بخصوص السبب السبب يشمل الجميع ولا نقول أن هذا يخص بني إسرائيل وأن هذه الآية لا تعنينا أتستبذلون الذي هو أدنى بالذي هو خير تأمل في حياتك أخي المؤمن وانظر علاقتك بما هو أدنى وما هو خير فإذا كنت أخي الكريم تفضل مجالس اللهو ومجالس اللعب عن مجالس الذكر وعن مجالس الخير وعن مجالس وعن رياض الجنة قال صلى الله عليه وسلم إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا قيل وما رياض الجنة قال حلق الذكر فتفضل هذه عن هذه تفضل أنك تجلس للحديث عن عن الصلاة أنك في طاولة له وتضيع الصلاة وتضيع العبادة هنا أنت يحق عليك أو يحق فيك هذا هذا الكلام أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير هناك من نحن لسنا ضد الرياضه ونشجع الرياضه وندفع بابنائنا وبشبابنا الى الرياضه ولكن بشرط الا تكون على حساب على حساب القيم على حساب الاخلاق على حساب العباده فكيف برجل يضيع الجمعه من اجل اللهو يضيع الجمعه من اجل ان يحصل على مقعد في الملعب لان فيه مباراه ستلعب ستلعب في المساء فيضيع الجمعه اتستبدلون الذي هو ادنى بالذي هو خير وهكذا اجعلها نبراسا واجعلها مقياسا في حياتك اخي المؤمن اختي المؤمنه اياك ان تفرط فيما اعطاك الله فيما وهبك الله سبحانه وتعالى من خير ومن سعاده ومن ومن عطاء اياك ان تضيعه اخي المؤمن، لا تستبدل الادنى بالذي هو خير، لا تضيع الفرص في حياتك. من استبدل من استبدل الادنى بالذي هو خير ربما يقع له ما وقع لبني اسرائيل. هذا الذي يفضل الدنيا على الاخره يفضل المعصيه على الطاعه يفضل الشر على الخير يفضل يعني كل ما هو سيء تتاح له فرص الخير فيضيعها فنخشى ان يعاقب بما عاقب الله به بني اسرائيل وضربت عليهم الذله والمسكنه فيصاب بذله بين الناس وفي حياته وفي اسرته ثم يصاب بفقر لا يشبع بعده ابدا وان جمع الدنيا باكملها. اسال الله عز وجل ان ننتفع بايه القران الكريم وان ناخذ العبره مما نسمع لان القران يخاطبنا جميعا اسال الله لي ولكم التوفيق والسداد بارك الله فيكم والحمد لله رب العالمين.